تحبوا الجمهور وانا مبتسم، ما همون اللي ارتاحوا لما شافوني من عزم نص من حطة، ما تحلى حياتهم الا بني فاق لاني شاق جزوني بالكرة. شوف انت ترجع للورا، شوف انا باقي بالهما، ما التفت للي ورا وما همني الا خليك بحالك وانت احفظ لي لسانك واكتفي. شوف انت نفسك وعن نفسك ابدا لا تنتهي. شوف انت ترجع للورا، شوف انا باقي بالهما، ما التفت للي ورا وما همني. مو قد التربية انت ولا بحكمك على حالك، من متى الدنيا تخلي غيرك يسوي الهوم وورك مالك؟ يعني صايد الحقنا دم تربيتك لأبنائك سن عليش ولدك لحقنا. تقدر تقولي كم مسجد بنيت بحسابي؟ تقدر تقولي كم فقير عطيتها وانا محتاج؟ تقدر تقولي كم مسكين بعز البرد عطيت لبسي؟ تقدر تقول شلون بغنية يا كاهن درست حياتي؟بداية أحب أوضح شيء، اللي أسوي أنا مو ردة فعل أبدا، ولا أؤمن بفيديوهات ردة الفعل أبدا أبدا أبدا. سبب تأخيري أني نزلت الغنية لأنه قاعد أستمتع بالغنية، حرفيا قاعد تستمتع بكل شيء، بالمرئي والمسموع بالمعاني كل شيء تقريبا. صراع يومي بين المنطق والعاطفة، صراع يومي. طبعا هذه من أشد الصراعات على مدى العصور، الصراع بين العاطفة والواقع. التفكير دائما بالعاطفة دائما تكون عواقب وخيمة وليست بجيدة، أما التفكير بالواقع مهما كان قاسي مهما كان صريح في الأخير هو الحقيقة والاختيار الصحيح، وراح تبان مع الأيام أن الاختيارات المنطقية أفضل أو الواقعية أفضل من العاطفية. طبعا طبيعة البشر أنهم يختاروا العاطفية قبل الواقعية، ولكن الذكي اللي يقدر يختار الواقعية أكثر من العاطفة. قالوا فاهمين الدنيا سيناريو حافظين، عزز قاهو جدامكم ما شفكم فاهمين، وتقولوا أنكم فاهمين الدنيا ومدركين الحياة، من أين تأكلوا الكتف على قولهم؟ طب أنا قدامكم ليه ما أنتوا فاهميني؟ ليه ما راعيتوني؟ ليه ما دعمتوني؟ ليش تحبطوني مع إني أراعيكم وأسأل عليكم كل الأشياء الجيدة أسويها لك؟ ليش؟ اللي ينقدون ويتابعون ما أدري إيش سالفتهم. الناس اللي مو عاجبهم شغلي بكل بساطة وينتقدوني ونقدر نكون كارهين لي، هم أول ناس يتابعوني، هذه حقيقة ما حد يقدر ينكرها. وهو ضرب مثل باللي يدوروا على هم نفسهم إذا قضوا، قال والله إنهم مدريش، والله إنهم مدريش، قيسوا عليها أمثال كثير، ما أحتاج يعني نوضح أكثر من كذا، الأمور واضحة جدا. يعني أديكم مثال، في بعض الفيديوهات أسويها لجروب معين فيجي جمهور، أنا صريحي جمهور القيادات هو أول ناس يتابعوني، مع إنهم يخشوا ويتفرجوا الفيديو عشان ينتقدوني أو يسبوني عادي يعني. فصاحبي ما أنت مضطر نهائيا تفرج على إنسان مو عاجبك محتوى ولا غني ولا لعبه، ولا قيسوه على جميع صعيدة وجميع المجالات، ما انت مضطر، الموضوع ما هو اجباري نهائيا. خليك بحالك وانت احفظ لي لسانك واكتفي. شوف انت نفسك وعن نفسك ابدا لا تنتهي. شوف انت ترجع للورا، شوف انا باقي بالهما، ما التفت للي ورا. نجري الكورس، الكورس صراحة كان جميل بسيط سهل كلامه بكل بساطة، يعني خليك في حالك، عندك شيء مفيد قوله، ما عندك شيء مفيد قفل لي فمك، نقطة آخر السطر. المشكلة هذا المتتبع أو الكاره أو إلى آخره، لو إنه ركز على نفسه مستوى أفضل من المستوى اللي هو فيه، إن جاءت على مجال الشغل أو على مجال الإبداع أو إلى آخره. سبحان الله في ناس تنشغل عن نفسها، من راقب الناس ما تهمن. طب نرجع شوية ورا، اللي كم عمل لفورتكس عمل بيبي، قال هذا اللاين بالضبط، أنت قاعد تنتقدني وتتبعني وأنا أتقدم وأتطور وأنت قاعد مو في مكانك، لا ترجع لورا، يعني تسوء حالتك تضيع وقتك بعض المرات ومالك وصحتك، والله يهدي من خلق. ليش تسب؟ بالنسبة للناس اللي قاعدة تتهم الرابرز انهم يسبوا، والمشكلة الاعظم والامر العالم هذه اللي تقولك ليش تسب، تلاقي لسانه اوسخ من لسان الرابر. او فورتكسينا يقول راح اخليك تتكلم واصور، فكيف كون حردة فعلك وانا اصورك وانت تسب؟ لانه انا ورا الكاميرا زي قدام الكاميرا، اما انت تتصنع او تستشرف بمعنى صح، تستشرف علينا انا وانا وانا وانت في الكيبورد كلامك زي السم، وما بالك لو قابلتك وشفت حياتك اليومية كيف. فهنا الفرق انه الرابر اعماله يشوفها كل الملا، لكن انت عزيزي المستشرف ما حد داري عنك ورا الكيبورد، ما احنا عارفين انت كيف، فقاعد تتفلت على الناس لا تسبوا ولا مدري ايش
يعني صايد الحقنا دم تربيتك لأبنائك سن عليش ودك لحقنا مو احنا خربنا عيالك لو كانت تربيتك لهم عدلة ما كانوا تبعونا وانت تقول اننا سيئين وهذا ما يدل الا انه عيالك المفروض تكون انت حريص عليهم ما عليهم اي رقابة ما عليهم حرص ما في تربية من الاخر انت ما انت قاعد تربي مو قد التربية قاعد ماسك في الناس في مثل قديم ما ادري هيمشي على الموضوع ده او ما يمشي يقول امسكوا معزتكم تيسا لما يجيكم اوكي امثل حق الشياب ذي بس يعني اتوقع انه مناسبين طبعا كثير من الرابرز المحبين للراب الواحد وغرضه يناسبوا شهره عشان يبوا مال وفي ناس يعني كل واحد والشيء اللي يطمح له لكن اتكلم على الراب اللي يحبوا الراب اختاروا الراب لانه فن اعيدها وازيدها فن صريح فن بدون قيود في حريه التعبير ما راح تلاقي فن زي الراب يطرح القضايا الحساسه في المجتمع اذا كانت ايجابيه او كانت سلبيه تقدر تقول لي كم مسجد بنيت بحسابي تقدر تقول لي كم فقير عطيتها وانا محتاج تقدر تقول لي كم مسكين بعز البرد عطيت لبسي تقدر تقول شلون بغنية يا كاهن درست حياتي لنفترض انك زي ما تقول اننا سيئين واننا ما ننفع وان هل تدري قد ايش الخيرات اللي سويتها انا؟ هل قد ايش اطعمت مسكين؟ هل فكيت حاجة محتاج؟ هل اتصدقت؟ هل زكيت؟ هل صليت؟ اكيد لا طب ليش تحكم علي من عمل واحد شفته وحكمت على حياتي كلها ليش؟ فهذا كذا يعني بعض الرسائل اللي حبي يوصلها الفورتكس زي ما عيد وكرر بتفسير انسان استمع ولست صاحب خبرة ولا مجال في الاخير يبقى المعنى في بطن الشاعر ولكن الكلمات نقدر نقول نوعا ما كلها واضحة ما في شيء مو هي اوسع نطاق اختر بنفسي كيف في مزاجي هذه حياتي حبلي مو وانت غير من حق اني تطيمني بابا تفهمني تتكلم عن بداية اللي طبعا انتبه له الكل وحاولت افسره بس ما لقيت يعني تفسير الشاشة زي ما انتم شايفين ما هي 16:9 طبعا هذه المقاسات فهل هو يقصد بها انه احنا نقول ده الكلام منذ القدم هل انه انا بصراحة ما لقيت الا تفسير ممكن نقول انها كده تمسيكة ليش الجوالات صارت اقل ما نعرف كم بالضبط 18 في 9 او شيء زي كذا فقال خلينا اكسر القاعده طبعا في مشهد هو في السياره على ما يبدو انه ما كان عاجبه لكن وقت الايديتنج اقتنع به وعجبه اشوفه مره جيد يعني طلع بالنسبه للكلمات الغنيه طبعا هي هادفه وكان ممكن يتسوى لها قصه ولكن ما شفت انها تحتاج قصه تنويع في الاماكن كان جيد والفيديو كليب اللي تسوى لها كفوف في حركه جديده استعملها في هذا الفيديو اللي هي تتبع مثلا حركه صباعه زي كذا فالكاميرا تجي ورا حركته كانت حركه جميله ما ادري صراحة أكيد لها اسم لكنها كانت جيدة تقنية جديدة استعملها فورتكس في هذا الفيديو بالنسبة للاسم اللي يطلع بين فورتكس بالعربي بالتشكيل حلوة تماشية مع اللحن وما كانت ذي حركة جميلة الإنارة كانت أغلب الفيديو بشكل جيد كانت من نفس المكان اللي موجود فيها يعني لمبة الشارع لمبة المحلات السيارات إلى آخره جيدة أو الإنارة الإضافية اللي ضافها عشان تعدل الصورة الإعدادات كانت ممتازة جدا وهي اللي طلعت الفيديو بالشكل هذا إعداداتك جيدة تسهل عليك الإيديتنج وتعديل الإنارة والشدو والألوان طبعا مركزة الكاميرا كانت جميلة جدا الزوايا المختارة بدأت في الجراج كانت شكلها مرة جميل لها اسم بالإنجليزي بس ما يعبرني الحين اللي هي أنه الكاميرا مواجهة للهدف بالضبط طبعا لو ننزل تحت الفيديو هنلاقي شوية كلام على الغنية دائما لازم تطلعوا على الوصف دائما فكاتب هو عن إيش اللي خلاه يسوي الغنية ننزل تحت مكتوب أول شيء فورتكس بعدين مكتوب اللي غنى الكورس اللي تحته اللي هو ماسك الكاميرا لكن نرجع لفورتكس أول شيء مخرج بعدين إديتور بعدين أرتست بعدين اللي هي مهندس الصوت لكن أرتست صراحة دائما يعني أشوفها بس إيش معنى أرتست كلمة عامة فقعدت كده أفكر فيها شوية كيف إيش اللي حيكون أرتست في الموضوع فرجعت لفن الفوتوغرافي اللي هي الصور تصوير الصور في شيء اسمه بالعربي اسمه التكوين إيش هو التكوين اللي هو مثلا دحين أنا جالس الإنارة دي مثلا ورايا الإنارة دي هنا الإنارة دي من هنا الوقفة مركزة الكاميرا يسموها التكوين ففهمت إنه معناها الأرتست ممكن يكون تكوين هذه مجرد فائدة طبعا ما حد فاهم حاجة تشوف أعمالي عشان فكرك ترتقي يعني هو فورتكس يسوي كل شيء لنفسه عشان كذا الشيء يطلع جميل مع قليلا من المساعدة يمين ويسار لو تشوفوا إنه كاتب الوحش اللي ماسك الكاميرا يعني برضو التوجيهات كانت من فورتكس وهذا الكلام البسيط عن العمل الجميل لفورتكس طبعا آخر مرة قلت إنه نحتاج عمل هادف فعلا ما قصر نزل عمل هادف لأنه يعني صراحة لما يكون قدامك خصم ما هو متفاعل
بربرة سوشيال ميديا ما هي جايبة هم. الراب المايك هو أداة القتال. بعض الجمهور اللي فاهم هو الحكم في الموضوع. وهذا اللي كان عندنا. كان معكم باسم. نشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم. ارتاح الفشل نصيبك نصيبك بلعنة تخليك تطعن أمك ويساجدة تدعيلك تدعينك الفايز ما بلش يا حمار دوري فيك نفاق فوري مو قصدي أجيب لك هم بس إن ياك سوري لينات متعافية فول حليب إن ياك هومي هذا بانا باصف ليناتي مو يومياتي تربع تبزق بعد باقي قنت إن يومياتي دم خلف المايك سايكو مو صاحي يا الفرخ لا تتشيطن لا تسوي جينج وإنك تمشي وزنك بالحيطن لأنك داش بالحيطن حيلطن العافية بس حس ماكو بليس نجا لملاك بساحة الصنم فباكو بليس نجا استمتع بالمسيئة دم مزاجنا عالي كيد ما بالي ولا مين يا السلم الضرب دم نفسها لكم طيبة لأنه بكت الغضب نفقد شي اسمع عقلية بي